لو سمحت يا سيدنا جاوبنا على السؤال، ما مدى مصداقية الإشاعات اللي بتقول بخصوص الفتاة بين قوسين المدام التي خطفت في تكس؟ هل هذا الكلام صحيح؟ الأهالي قلقانة جدا على الفتيات، طمن قلوبنا يا سيدنا، هل الاختطاف صحيح أم اتجهت اتجاهات أخرى؟ ما كانش المفروض أقرأ الورقة دي، لكن أنا قريتها بس عشان أجاوب على حاجة معينة. أنا كلامي ما بيتغيرش، كلامي ما بيتغيرش، دوروا في التسجيلات هتلاقوا كلامي. أنا دي لي 25 سنة، إحنا السنة دي اليوبيل الفضي، فدي لي 25 سنة، يعني بعد شهرين يبقى 25 سنة، ما شفتش حد اتخطف، ما شفتش حد اتخطف، وقلت بدل المرة مرارا وتكرارا، ما شفتش حد اتخطف، لكن أنا بأثبت كلامي اللي قلته، أدي لي 25 سنة ما حدش اتخطف، وقلت قبل كده أن اللي بيتخطف هو المخ والعقل والفكر، هو ده اللي بيتخطف، لكن الجسد ما بيتخطفش. الفكر يتخطف، فلما الفكر يتخطف يبقى الجسد يمشي ورا الفكر المختطف. ده دي لي 25 سنة بقوله وما زلت. أنا دايما بقول ما فيش حاجة اسمها خطف بنات، طول عمري أقول كده، ما فيش حاجة اسمها خطف بنات، مش حاجة اسمها بنت غصبا عنها، انسوا الحكاية دي. انما في خطة اغواء بنات، ترجع تلاقي يعني يا بنتك اتخطفت، اتخطفت بالعقل. ما انا عايز اقول حاجة، ما فيش بنت اتخطف يعني اتاخدت، عشان بس نكون في الصورة. كل اللي بيقول لك دي يا بنت اتخطفت، دي ما عرفش مش عارف خطفوها من الشارع، كل ده كلام فاضي، عشان بس نتكلم في الحقيقة والواقع.